مشكلتي عندي والدتي مريضة عندها جلطة في المخ. بص للكاميرا. الحمد لله في الشكر لله، يعني احنا لا نقدر اقوله ربنا ألهمني وما قصرتش معاها في حاجة. فوجئنا حضرتك واحنا في المستشفى بتاريخ 10/6، رحنا لقصر التعليم الفرنساوي عشان تكشف وكده، فدخلناها تكشف واتضح اللي هي عندها انسداد في شرايين القلب، والمفروض كانت تركب دعامتين، قعدت يومين وطلعت. فوجئنا العملية حضرتك تركب دعامتين في القلب، الدعامة أو يعني العملية هتتكلف حوالي 16,000 جنيه. رحنا حضرتك لمسؤول هناك لمدير المستشفى، عمل لي خفض حوالي 2000 جنيه من قيمة المصاريف. فواحنا هناك عرفت ان العملية هتكلف حوالي 14,000 جنيه. ففوجئنا حضرتك كمطاف هناك، واحنا موجودين. انا شغال عامل خدمات في شركة، يعني عامل بسيط، يعني متزوج مع اولاد. يعني لما اقدر اقول لحضرتك من فضل الله جمعت الفلوس بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما لمناش اللي احنا نحتاج لحد وكده. ففوجئنا حضرتك ان احنا واحنا هناك دفعت امبارح خدناها عشان نوديها، وخدت 13,500 جنيه عشان ندفعهم في المستشفى. واحنا هناك يا فندم ما قبلوش مننا في الحسابات المبلغ، قالوا لنا احنا عايزين 14,000 جنيه، ورجعوني بوالدتي تاني وهي مريضة وبتموت ومش عارف اتصرف. هو ده اللي خلاني ألجأ لكم. حضرتك انا اناشد وزير الصحة، واحنا في عهد ثورة جديدة، يعني ناشد السيد الدكتور محمد مرسي، اللي انا طبعا حضرتك اللي انا اعالج والدتي في الوقت الحالي، اللي انا حضرتك محتاج انا مع الام يصبروا عليا في المبلغ المتبقي اللي هو 500 جنيه بس، واسرع وقت ممكن، لانها ربنا اللي عالم اللي هي بتموت مننا في الوقت الحالي. وجزاكم الله خير.